انا عملت له تجربه على جهاز رد الفعل، جهاز سجل اعلى رقم قياسي. انا بحبك قوي يا دكتوره، بحبك. انت اعظم دكتوره في الدنيا. انا هجيب لك زباين في العياده قد كده. اسمع اسمع، انت فين يا حبيبتي؟ اسمع، انا قطعت التذاكر. قطع رقبتك يا خاين يا غشاش، بقى انا اقطع المنحه بتاعتي عشان اجي اخدك للعلاج ارجع عليكي اتجوزت. بصي ايه بس يا عديله، ده الست اللي عملت المشكله وانت عارفاها، دي جنازه مش جوازه. يا سلام، وصوره الفرح دي بروفا عشان تعرف تتجوزني؟ انا بعد يا سيدي في حالي، انا بدي دلوقتي راجل صاحب عاهه، لا انفعك ولا انفع غيرك. انا عاوزاك بعهدك زي ما انت. ازاي بس وتميل بختك؟ انت مالك، انا موافقه وراضيه اميل بختي زيها. انت عارفه دي انا اتجوزتها ازاي؟ فضلك يا عديله، ده فعلا حيوان. دي عديله اللي كانت خطيبتي. طلقني يا عباس. طلقها يا عباس، خلينا نتجوز. انا لا هطلق ولا هتجوز. هتطلق يعني هتطلق؟ كلمني زي ما بكلمك، انا مش عايزه اعيش معاك. هو بالعافيه؟ انت مش فاهمه. مش عايزه افهم اي حاجه. سيبني، هو الجواز بالعافيه يا اخي؟ كان عافيه؟ لو عندك ذره كرامه تطلقني. بس بس انت طالق. اتجوزت يا عنتر، خلفت ثلاثة. برافو، الكلاب اتجوزت وخلفت. عدت على ايه ولا ايه ولا ايه؟ 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 مش عارف ان ده ملاي بارتي، انزل اتلف ملاي سرير. اتلف ملاي سرير ليه وانا مملوك ادب؟ مرجوك، ايه الدوشه دي؟ ده توفيقي عامل حفله بمناسبه الطلاق. عايز افهمك، هو الطلاق بيعملوا له احتفال في الايام دي؟ اصلي عمتي تعبت. عباس قوم البس هدومك يا عديله. وايه المناسبه؟ هنروح للمأذون. ما كانش نعذر ولا باع جزر. مش كنت ملوفه على الجواز؟ ودي اعمل فيها ايه؟ مين اللي جاب لك الدبله دي؟ يهمك قوي تعرف؟ يهمني اعرف مين الحمار اللي انت فضلتيه عليا. انا الحمار يا عباس؟ انت مرزوق اللي بتسرق مني خطوبتي؟ كفايه بقى، انت اللي سرقتها من يوم ما قلت لك عايز تتجوزها. عشان بحبك كتمت على قلبي وما فتحتش بقي بكلمه. خلاص يا عديله، انسي اي حاجه قلتها لك، واعتبر الشكه اللي جبتها لك ب 2000 جنيه و60 قرش شبكه الاستاذ عباس اذا كنت عايز تتجوزيه. انا بقللت الاصل لو فكرت كده يا مرزوق.
ده انا لابو قليل الزوج زي ما قلتلكمش الف مبروك من قلبك. ربنا يهنيكم ببعض. اهو بقى عندي فرصه نق عليك، بس ما تنساش تعزمني على الفرح عشان اجيب لك بطارخ. فاهم طبعا. مبروك. العبط ده واحنا رايحين نعزي حد يلبس فستان اسود يوم فرحه؟ خلاص ناجل الفرح لما نعمل فستان ابيض. لا 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 مش الدرجه دي، ده انا حتى كان نفسي كل فرح يبقى بالمايوهات. تصوري برج الحظ بتاعي بيقول ان النهارده اسعد يوم في حياتي. يلا يلا احسن الناس كلها تحت. اوكي ايه الكلام الفارغ اللي بتقولولي في التليفون ده يا متر؟ ده مش كلام فارغ يا عباس، ده القانون والشرع اللي بيدي اي واحده ست مطلقه الحق في انها ترفع قضيه نفقه على جوزها. مادام بنت وهبه طلعت شحاته بالشكل ده انا مستعد ادفع لها النفقه بتاعتها على الجزمه. كويس. طيب والنص مليون جنيه مؤخر الصداق؟ انا حبيت اثبت لهم ان النص مليون جنيه اللي سيادتك طلبتهم لي كتعويض بعد الحادثه ان ده مش ابتزاز وان احنا مش طمعانين في فلوسهم، قلت يبقى مؤخر صداق. يعني ليهم؟ يجوا يطلبونا بيهم دلوقتي؟ احنا خدنا حاجه. طيب مادام حضرتك طلعت فنجري بقى بالشكل ده يبقى لازم لما اخذك كوع النص مليون جنيه. يعني ايه؟ يعني الدافعية الحبس. يا الحبس عباس عباس. مبسوطة او كلت طعم؟ بس يا ربي الحقها قبل ما ينكتب الكتاب. اهو يا باشا